هو أذكى عمر؟ ربما تقودنا منافسة ودية للإجابة. غداً مسابقة حرب العقول، 10 فرق من 2 يتنافسون في مباراة عشرية من التحديات العقلية ومسابقة الأحاجي والألغاز. لقد كنت أتدرب طوال العام، سأحتاج إلى اختيار الزميل الأذكى والأكثر قدرة. قمت بتضييق القائمة. أولاً لدينا جابرييلا، قد تبلغ من العمر 8 أعوام فقط، لكن لا تقلل من شأنها، تتقن 2 لغة وتجيد التفكير خارج الصندوق. ثم هناك آما، يمكنها قراءة 100 رقم من الباي، وتقتات على تصميم الأقمار الصناعية وخبز السوفلي اللذيذ. أو يمكن أن أختار السيد تايلر، إنه أفضل لاعب شطرنج في الحي، ناهيك عن أنه تنافس في أكثر من 20 مسابقة وفاز في 5 منها. لست متأكداً من سأختار، من هو الأذكى؟ أي من هؤلاء الزملاء يجب أن يختار أمير لمسابقة الغد ولماذا؟ بالطبع اختياره نسبي، بينما يرتبط الذكاء غالباً بأمور مثل اختبارات الذكاء، إلا أن هذه التقييمات تفشل في تحديد نطاق وعمق القدرات المتنوعة للشخص. لذا بدلاً من ذلك سنقسم معنى ذكي إلى فئات مثل الإبداع والذاكرة والتعلم، ونستكشف متى يكون العقل في أفضل حالاته في كل منها. لنبدأ من البداية في السنوات الأولى من الحياة. يمر دماغك بنمو سريع لا يصدق، يطلق عليه اسم التشابك العصبي، حيث يتم تكوين أكثر من 1,000,000 اتصال عصبي جديد كل ثانية. مع تطور الدماغ يمر بعملية التقليم، بناء على تجربتك وبيئتك يتم تعزيز الاتصالات المستخدمة وإزالة الاتصالات غير المستخدمة. المسارات العصبية المستخدمة غالباً هي المايلين، ملفوفة في طبقة من العزل، مما يسمح للمعلومات أن تنتقل بشكل أسرع. هذا يخلق دماغاً أكثر كفاءة وصقلاً. لكن إعادة تشكيل الدماغ تحدث داخل وبين مناطق الدماغ في أوقات مختلفة، مما يسمح للمهارات المختلفة بالازدهار في مختلف الأعمار. مثلاً في مرحلة الطفولة تتطور مناطق الدماغ المشاركة في تعلم اللغة بسرعة، ولهذا السبب يمكن للعديد من الأطفال تعلم وإتقان لغات متعددة. ومع ذلك فإن قشرة الفص الجبهي، وهي منطقة دماغية مسؤولة عن التحكم المعرفي والتثبيط، تكون أبطأ في التطور. نتيجة لذلك قد يعاني بعض الأطفال من الألعاب الاستراتيجية مثل الشطرنج أو لعبة الدامة، والتي تتطلب تركيزاً وتخطيطاً وتفكيراً مجرداً بشكل مستمر. في ذات الوقت يميل الأطفال إلى أن يكونوا أكثر مرونة ومتعلمين، يعتمدون على الاستكشاف، غالباً يستخدمون أساليب أكثر إبداعاً عند إيجاد حلول للألغاز، ويكونون في المتوسط أقل خوفاً من ارتكاب الأخطاء. لكن البالغين لديهم مجموعة فريدة من القدرات الخاصة بهم. يستفيد البالغون من قشرة الفص الجبهي المتطورة بشكل جيد، ما يسمح لهم بتنفيذ المهارات التي تتطلب التعلم والتركيز والذاكرة بشكل أفضل، مما يجعلها سريعة وفعالة في حل الألغاز أو الكلمات المتقاطعة. في وقت متأخر من مرحلة البلوغ قد تتراجع هذه المهارات نفسها مع تقلص مركز ذاكرة الدماغ المعروف باسم الحصين، ولكن هناك سبب لعبارة كبار السن أكثر حكمة. بعد فترة طويلة من التعلم يتمتع كبار السن بمزيد من المعرفة للتذكر والاستفادة منها، مما يجعلهم شركاء ممتازين في الأحاجي. العوامل الأخرى التي يجب أن يأخذها أمير في الاعتبار هي نقاط قوته. عندما تكون مراهقاً تكون المناطق القشرية أمام الجبهية في دماغك أكثر تطوراً مما كانت عليه في الطفولة، يتيح لك هذا التنقل بشكل أفضل بين ألغاز المنطق والرياضيات. في الوقت نفسه داخل الدماغ تتطور المناطق المهمة في التحفيز والمكافأة بشكل أسرع، مما يدفع المراهقين مثل أمير إلى أن يكونوا متعلمين فضوليين ومغامرين. من نواحٍ عديدة يمكنك التفكير في المراهق على أنه رجل متعدد المهن، لديه عقول موصولة للبحث عن تجارب جديدة والتعلم بسرعة. أنت في مرحلة ديناميكية، حيث يمكن للخيارات التي تتخذها والمهارات التي تركز عليها أن توجه تطور عقلك. إذن ما هو أذكى عمر؟ ليس ثمة إجابة محددة، إنه 8، 16، 25، 65، وكل سن بينها في أدمغتنا قد تتكيف لإعطاء الأولوية للمهارات المختلفة في مختلف الأعمار لمواجهة تحديات ومتطلبات تلك المرحلة في الحياة. لذا بغض النظر عن من يختاره أمير، فإن وجود فريق متنوع العمر يعد استراتيجية جيدة. استمر في تغذية ذهنك بينما تتعلم كيف يعمل. اشترك في قناتنا أو شاهد مقاطع الفيديو هذه، سيشكرك عقلك.